السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيلف سيلف وما أدراك ما سيلف. إيش هي كلمة سيلف؟ لما نشوف كلمة سيلف إيش يعني كلمة سيلف؟ شفنا كلمة سيلف كثير لما نسوي كلاس يجب علينا استخدام كلمة سيلف. طيب ما هي وظيفة كلمة سيلف؟ طيب ركز معي في هذه الأمثلة، انسى كلمة سيلف وركز معي في المثال. لنفترض أن لدينا ثلاث عوائل، العائلة الأولى اسمها المالكي، العائلة الثانية اسمها العتيبي، العائلة الثالثة اسمها القحطاني. تمام؟ تمام. كل عائلة تسكن بيت معين. العائلة الأولى لديهم ابن اسمه أحمد، ولديهم ابن اسمه محمد، ولديهم ابن اسمه علي، ولديهم ابن اسمه عبد الله. العائلة الثانية وهي العتيبي لديهم ابن اسمه أحمد، وابن اسمه محمد، وابن اسمه علي، وابن اسمه عبد الله. الله، شوف كيف الأسماء متشابهة. طيب حنروح للعائلة الثالثة، من الممكن يختلف الوضع. لديهم اسم ابن اسمه أحمد، ابن اسمه محمد، ابن اسمه علي، وابن اسمه عبد الله. أيوة، يحملون نفس الأسماء. العائلة اللي اسمها المالكي لديهم 4 أبناء، الابن الأول اسمه أحمد، محمد، علي، عبد الله. والعتيبي نفس الوضع، والقحطاني نفس الوضع، نفس الأسماء. طيب لنفترض أن هناك شخص طلب منك أن تقوم بجلب أحمد. الله، أنت هنا ما راح تعرف شيء. مين هو أحمد؟ أحمد اللي من عائلة المالكي، أحمد اللي من عائلة العتيبي، أحمد اللي من عائلة القحطاني. مين هو أحمد هذا؟ طيب أنت كيف تعرف أحمد اللي هو يبغاه؟ يجب عليك أن تطلب منه تحديد العائلة التي ينتمي لها أحمد. راح يقول لك مثلا أحمد المالكي. أيوة، في هذه الحالة أنت عرفت من وين راح تجيب أحمد. راح تجيبه من هذه العائلة، عائلة المالكي. طيب طلب منك محمد. محمد مين؟ عندنا ثلاثة عوائل لديهم اسم محمد. مين محمد هذا؟ يجب عليك أن تطلب منه تحديد العائلة التي ينتمي لها محمد. أيوة، محمد العتيبي. في هذا الحال راح تجلب محمد من عائلة العتيبي، من العائلة الثانية. طيب طالب منك علي. مين هو علي؟ علي القحطاني. الآن راح تجلب علي من عائلة القحطاني. طيب إيش دخل هذا المثال بالكلاس؟ الكلاس نفس الطريقة، من الممكن أن تجد عدة كلاسات. مثلا عندي الكلاس الأول A، الكلاس الثاني B، الكلاس الثالث C، وكل كلاس لديه نفس اسم المتغير name. أول شيء أبغاك تعرفه أنك ما تقدر توصل للمتغيرات اللي جوا الكلاس إلا عن طريق الكلاس. كيف يعني؟ مثلا أنا كتبت print name، تمام؟ ايش راح يعطيني؟ اعطاني خطأ. ليه؟ لانه المتغير هذا مو برا، هو داخل كلاس، وانا ما اقدر اوصل للمتغيرات اللي جوا الكلاس الا عن طريق الكلاس. لازم اول شيء اختار الكلاس، احدد الكلاس، من ثم اقدر اوصل للمتغيرات اللي جوا الكلاس، من ثم الدوت، من ثم اقدر اوصل المتغيرات اللي جوا او البيهيفيورز او الفانكشنز اللي جوا هذا الكلاس. الان اسوي ران، طبع لي ار. تمام، وانا اخترت الكلاس سي. ليه طبع لي ار؟ لان الكلاس سي لديه متغير باسم نيم يحمل القيمه ار. اذا حطيت بي ايش راح يعطيني؟ ران، اعطاني جافا.
ليه؟ لأنه عندي كلاس باسم بي لديه متغير باسم نيم يحمل قيمة جافا. راح نحط A بهذا الشكل. run أعطاني بايثون. ليه بايثون؟ لأن عندي كلاس باسم A لديه متغير باسم نيم، هذا المتغير يحمل قيمة بايثون. تمام؟ تمام. طيب، لدينا فكرة أخرى وهي عن طريقة التعامل مع المتغيرات من خارج الكلاس ومن داخل الكلاس. كيف يعني؟ شوف، عندنا هنا متغيرين برا الكلاس، مو جوا الكلاس، برا. شوف برا، my name my age، برا الكلاس. طيب أنا أبغى أطبع المتغيرات هذه أو أتعامل معها داخل الكلاس، كيف أسوي؟ مثلا راح أسوي function، اسم هذا الفانكشن print بهذا الشكل. شوف عندك هنا كلمة self، اتركها، انساها ولا كأنها موجودة، راح نأخذها لاحقا. طيب هذا الفانكشن تقوم بطباعة my name و my age. تمام؟ تمام. راح اسوي اوبجكت من الكلاس محمد، وهذا الاوبجكت راح يشغل لي الفانكشن برنت اللي هي هذه. ايش حنسوي؟ راح نسوي ران بهذا الشكل، طبع لي محمد المالكي والعمر اللي هو 11 سنة. طيب هل احتجت اني احدد المكان الذي ينتمي إليه المتغير my name؟ لا. ليه؟ لأنه متغير عام، هو برا، هو متغير عام، يقدر يوصل له أي أحد، يقدر يوصل له أي كلاس، يقدر يوصل له أي function لأنه برا. تمام؟ تمام. طيب لو كانوا هذول المتغيرات جوا الكلاس بهذا الشكل، هل أنا أقدر أوصل لهم من برا؟ my name بهذا الشكل run، لا أعطاني خطأ لأن هم صاروا جوا الكلاس. طيب لو أطلع my name بهذا الشكل، أحطه هنا وراح أحذفه من هنا بهذا الشكل، الآن run طبعا لي محمد المالكي لأنه صار برا، أقدر أوصل له من أي مكان. لكن لما يكون جوا الكلاس، أنا في هذه الحالة ما أقدر أوصل له إلا من داخل الكلاس، محمد dot my name print طبعا لي محمد المالكي، من ثم my age مثلا my age run أعطاني 11. تمام؟ تمام. طيب راح أحذف البرنت، وأنا أبغى أتعامل مع هذه المتغيرات من جوا الكلاس، راح أسوي نفس الفانكشن الأولى اسمها برنت بهذا الشكل، لديها self هنا، انسى كلمة self ولا كأنها موجودة، راح نتكلم عنها لاحقا. طيب وأقول برنت my name run، ما اشتغل لاني ما شغلت الكلاس. راح اسوي object AA باسم AA من الكلاس محمد بهذا الشكل، AA dot يشغل الفانكشن print بهذا الشكل. الان لو اسوي run، ايوه عطاني خطأ. ايش الخطأ؟ قال لي my name غير موجود، غير معرف المتغير my name. طيب لو اطلعه برا بهذا الشكل، cut نحطه هنا برا، نسوي run من جديد، طبع لي محمد المالكي. طيب نرجع نحطه جوا، cut بهذا الشكل ونحطه هنا run، عطاني خطأ.
ما قدر يوصل للمتغير. ما قدر يوصل للمتغير. ليه ما قدر يوصل للمتغير؟ لأنه صار المتغير جوا الكلاس. طيب مو هي هذه الفانكشن جوا الكلاس؟ نعم جوا الكلاس، لكن ما تقدر توصل لهذه المتغيرات. طيب مو احنا قلنا اذا كان المتغير جوا الكلاس انا ما اقدر اوصل له الا من داخل الكلاس. طيب عشان اوصل له هنا لازم اوصل له من داخل الكلاس. نفس الطريقة، محمد dot my name. الان run، طبع لي محمد المالكي. تمام تمام. طيب انا ابغى اوصل للمتغير my age، لو اسوي print my age بهذا الشكل run شوف اعطاني خطأ. اول شيء طبع لي اسم محمد المالكي بهذا الشكل، لاني هنا وصلت للمتغير my name من جوا الكلاس، لكن هنا لما كتبت my age ما قدر يحصل المتغير my age. شوف name my age او المتغير my age is not defined، غير معرف وغير موجود. طيب انا كيف اوصل المتغير my age؟ لازم اوصل له من جوا الكلاس، محمد dot my age. الان run طبع لي محمد المالكي هذا المتغير اللي وصلت له من داخل الكلاس، وطبع لي 11 وهو المتغير my age اللي وصلت له من جوا الكلاس. تمام تمام. طيب ايش دخل هذا بسيلف؟ ركز معي، ايش دخل هذا بسيلف؟ اقول لك حاجة، سيلف هي مجرد اسم، سيلف هي مجرد اسم. طيب كيف يعني مجرد اسم؟ اثبت لي يا محمد ان هي مجرد اسم. طيب شوف عندك هنا، لو اقول برنت سيلف run شوف شعطاني name self is not defined، غير موجود غير معرف. طيب لو اقول له print type self اسوي run، قال لي name self is not defined، غير موجود. طيب ايش هو self؟ self هو مجرد اسم، تقدر تحط self يساوي 10 بهذا الشكل. الآن لو تسوي print self راح يعطيك 10. self هو مجرد اسم، هو مجرد اسم. طيب هنا لو حذفت محمد وحطيت self، وحذفت محمد وحطيت self وسويت run بهذا الشكل، شو راح يعطيني؟ راح يطبع لي محمد المالكي عادي هنا، وراح يطبع لي الايج 11 هنا. طيب ماذا يمثل سيلف؟ اقول لك حاجه، سيلف هو مجرد متغير نحطه هنا، اقدر اغيره واحط جي جي مثلا، جي 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 بهذا الشكل، ران اشتغل كود بدون اي مشاكل. طيب لو احط هنا سيلف وهنا جي جي وسوي run اعطاني خطأ، قال لي هنا name jj is not defined، المتغير jj غير معرف او غير موجود. طيب لو احط هنا self وهنا self مرة اخرى run اشتغل الكود. طيب لو احط هنا jj وتحت self اعطاني خطأ. طيب ليه كل هذا؟ ليه اعطاني خطا بهذا الشكل؟ ليه لما احط هنا جي جي واحط هنا جي 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 يشتغل الكود؟ طيب ليه لما احط هنا سيلف والسيلف
وسيلف برضو يشتغل كود. إيش العملية اللي تحصل هنا؟ وليه أنا أحط سيلف هنا في الفانكشن؟ ليه أنا أحط هنا السيلف في الفانكشن؟ طيب ركز معي. عندك هنا الأوبجكت aa.print، تمام. لما أشغل الفانكشن print إيش راح يسوي الأوبجكت؟ تلقائيا خلف الكواليس راح يأخذ الفانكشن ويفتح الأقواس ويأخذ نفسه ويضع نفسه أو اسمه جوا الفانكشن. الأوبجكت تلقائيا خلف الكواليس يأخذ الفانكشن ويضع اسم نفسه اللي هو اسم الأوبجكت جوا الفانكشن، يضعها كقيمة جوا الفانكشن. في هذه الحالة السيلف هو مجرد متغير، تمام، لأنه مجرد متغير والأوبجكت قام بوضع نفسه جوا الفانكشن. إذن الأوبجكت راح يدخل داخل السيلف. إذن وظيفة السيلف هي مجرد متغير يحمل اسم الأوبجكت اللي راح يدخل تلقائيا عند تشغيل الفانكشن. تمام. سيلف هو مجرد اسم متغير، تقدر تغيره. مو احنا في المثال السابق حطينا جي جي، ما عندك اي مشكلة. طيب ليه نحط متغير في الفانكشن؟ نحط متغير في الفانكشن لانه الاوبجكت تلقائيا يقوم بادخال اسمه او بادخال نفسه جوا الفانكشن. والمتغير اللي نحطه في الفانكشن اللي هو self راح يحمل الاوبجكت اللي تم ادخاله، راح يحمل اسم الاوبجكت اللي تم ادخاله تلقائيا من قبل الاوبجكت عندما تم تشغيل الفانكشن. طيب في هذه الحالة عرفنا ان السيلف مجرد متغير، نقدر نحط هنا نيم. طيب الان لما تم تشغيل هذه الفانكشن راح الأوبجكت AA وأدخل نفسه هنا تلقائيا خلف الكواليس أنت ما تشوف. بعد ما أدخل اسمه أو أدخل نفسه تم حفظ الأوبجكت اللي تم إدخاله في المتغير name. في هذه الحالة أقدر أحط هنا name وأقدر أحط هنا name. ران عطاني محمد المالكي، حطيت هنا name وname لأن المتغير name يرمز لاسم الأوبجكت، كأني سويت aa.myAge، كأني سويت aa.myAge هنا لأن المتغير name يرمز لاسم الأوبجكت. هو أصلا اسم الأوبجكت، هو أصلا نفس الأوبجكت، لأنه تلقائيا هنا عند التشغيل الأوبجكت أخذ نفسه ودخله هنا في الفانكشن. عشان كذا إحنا نحط هنا اسم self، والself هو مجرد متغير لا أكثر، هو مجرد اسم يأخذ الأوبجكت الذي يتم إدخاله من قبل الأوبجكت نفسه. يتخزن هنا الأوبجكت اللي يتم إدخاله من قبل الأوبجكت نفسه عند تشغيل الفانكشن، تمام؟ الأوبجكت راح يأخذ نفسه ويدخل نفسه للفانكشن هذه عند تشغيل خلف الكواليس بدون ما تشوف أي شيء. هذا كله يحصل خلف الكواليس، تمام؟ من ثم لما يدخل نفسه هنا، نفسه راح يتخزن في السيلف، وفي هذه الحالة أنا حطيت هنا self.myAge كأني حطيت aa.myAge أو عفواً my name، حطيت هنا self.myName
كأني حطيت هنا aa.myName، وحطيت هنا self.myAge كأني حطيت اسم الأوبجكت .myAge. انت ما سألت نفسك، طيب مو احنا هنا حطينا متغير، لكن لما شغلنا الفانكشن، الفانكشن ما طلبت منا ان احنا ندخل قيمة لهذا المتغير؟ ليه ما طلبت منا ان احنا ندخل قيمة لهذا المتغير؟ لانه الاوبجكت هو تلقائيا اللي يدخل القيمة لهذا المتغير. الاوبجكت تلقائيا هو اللي يدخل القيمة اللي راح تتخزن في هذا المتغير. طيب ايش هي القيمة؟ القيمة هي نفسه، الاوبجكت نفسه. الاوبجكت يدخل نفسه هنا، من ثم يتخزن داخل المتغير self، من ثم الان اقدر استخدم الاوبجكت هنا، الاوبجكت دوت ماي نيم. مو احنا قلنا ان احنا ما نقدر نوصل للمتغيرات الا من داخل الكلاس؟ نعم، عشان كذا نحط هنا اسم الاوبجكت دوت ماي نيم. الاوبجكت هو نسخة من الكلاس، احنا نعرف ايش هو الاوبجكت. فهنا حطينا سيلف دوت ماي نيم كاننا حطينا اي اي دوت ماي نيم. تمام تمام. طيب انا ما صدقت، اثبت لي هذا الشيء. طيب ما عندك اي مشكلة، بقول له هنا براند self، وتحت هنا راح اقول له brand aa الاوبجكت. راح نشوف هل هو السيلف نفسه الاوبجكت ولا لا. run، اول شيء طبعا محمد المالكي اللي هي هنا self my name، من ثم self my age، من ثم print self، هذه هي، من ثم print الobject اللي هو aa، هذا هو. شوف مهمة نفس بعض، مهمة نفس بعض، هما نفس بعض، هما نفس بعض. طيب راح نحذف البرنت من هنا، راح نحذف البرنت من هنا. لو حذفنا السيلف من هنا، ايش اللي راح يحصل؟ ران اعطاني خطأ، ابغى اشرح لك هذا الخطأ. قال لك هنا الفانكشن برنت، شوف في السطر 11، في السطر 11 هنا الفانكشن برنت takes zero positional arguments. الفانكشن برنت اللي هي هذه هنا في الكلاس لا تأخذ arguments، لا تطلب منك arguments. شوف المكان فاضي، لا تطلب منك arguments، وركز هنا. but one was given، one was given، لكن تم إعطاء الفانكشن أو تم إدخال للفانكشن قيمة. مو إحنا قلنا إن الأوبجكت يقوم بإدخال نفسه جوا الفانكشن كأرجيومنت كقيمة. تمام، وهذا القيمة تنحفظ في المتغير اللي هنا. لما شلنا المتغير عطاني خطأ، قال لي الفانكشن برنت takes zero positional arguments but one was given. الفانكشن برنت لا تأخذ argument، ليس لديها موقع أو متغير يأخذ قيمة، أو لا تطلب منك قيمة، لا تطلب منك إدخال قيمة. but one was given، لكن تم إدخال لها قيمة. عشان كذا احنا ما يحتاج ان احنا ندخل قيمة السيلف، لان الاوبجكت تلقائيا هو يدخل القيمة اللي راح تتخزن في السيلف. وايش هي هذه القيمة؟ هو الاوبجكت نفسه.
يدخل اسمه هنا واسمه يتخزن في السلف. تمام؟ تمام. وإذا حذفنا السلف هو تلقائيا راح يدخل قيمة، ولما يدخل قيمة ما في مكان تتخزن فيه هذه القيمة، عشان كذا راح يعطيني الخطأ السابق. هذا الـ function brain takes zero positional arguments but one was given. الـ function brain ليس لديها arguments، لا تطلب منك شيء، لكن تم إعطاء هذه الفانكشن أو تم إدخال لهذه الفانكشن قيمة، وهذا القيمة ما في مكان تتخزن فيه فأعطاني خطأ. عشان كذا نحط السلف، عشان كذا نحط السلف، لأن الأوبجكت لما يشغل الفانكشن يقوم بإدخال نفسه هنا، والأوبجكت يتخزن في السلف، ونستخدم السلف كأنها الأوبجكت. تمام؟ عشان نقدر نوصل للمتغيرات الموجودة داخل الأوبجكت أو داخل الكلاس. طيب، عندنا شيء آخر. لو أحط هنا AA اسم الأوبجكت، إيش اللي حيصير؟ راح يعطيني خطأ. كاليبرنت الفانكشن برنت تأخذ argument واحد اللي هو self. تمام؟ but two were given، لكن تم إعطاء هذه الفانكشن قيمتان. أنا أعطيته قيمة واحدة، ليه قيمتان؟ القيمة الأولى اللي يدخلها اللي يدخلها الأوبجكت تلقائيا خلف الكواليس تخزنت في السلف، هذه هي القيمة الثانية ما لها مكان تتخزن فيه. طيب أنا بحط لها مكان تتخزن فيه، مثلا بحط أو. تمام؟ الآن الأوبجكت الثاني تخزن في أو، اسم الأوبجكت تخزن في المتغير أو. تمام؟ الآن عندي سلف ترمز للأوبجكت AA، وعندي UU ترمز لنفس الأوبجكت AA. تمام؟ أسوي الآن run، اشتغل الكود طبيعي، محمد المالكي، العمر 11. طيب هل أقدر أستخدم UU هنا؟ نعم تقدر تستخدم UU، دام الـ UU ترمز للأوبجكت أو تم تخزين الأوبجكت جوا الـ UU، تقدر تستخدم الـ UU، ما عندك أي مشكلة، وراح يشتغل الكود عادي، ما عندك اي مشكله. ران، اشتغل الكود، محمد المالكي، العمر 11، بدون اي مشاكل. هذه هي السلف. السلف مجرد متغير يتم تخزين داخله الاوبجكت وبس، وتستعمل السلف كانها الاوبجكت.